يودع العالم هذه المرة أبرز المعماريات عبر التاريخ الحديث، المعمارية العراقية زها حديد. الراحلة ولدت في بغداد سنة 1950 وهي ابنة لوزير المالية الأسبق محمد حديد. I'm not sure it's the same translation in Arabic. When they say واحد قوي. صحيح. I don't know. Is it the same? زها بدأت مشوارها في عالم الرياضيات ثم العمارة، بداية من بيروت إلى لندن، حيث كرمت بتخرجها بوسام التقدير من الملكة البريطانية. من عام 1977 حتى اليوم استطاعت زها حديد أن تكون الأبرز والأشهر في عالم العمارة حول العالم، وكتب أحد النقاد عنها: جميع تصميماتها في حركة سائبة لا تحددها خطوط عمودية أو أفقية، فإنها ليست عمارة المرأة، فهي فنانة مرهفة تقدم ما تشعر به من تأثير التطور التقني والفني في جميع اتجاهاته في العالم، فأصبح كله في قرية صغيرة. To be nominated as the Berkeley Businesswoman Award is a very nice thing. I mean, something which I don't expect to be nominated for. So I think it's a very humbling, pleasant experience. ومع اعتمادها أسلوب التفككية في تصاميمها، استطاعت أن يكون لها بصمة في العديد من المدن حول العالم، كمركز حيدر علي في باكو، أو قاعة عرض في حديقة بألمانيا، ومركز الفنون الحديثة بروما، ومنصة التزحلق في أنسبرغ، وجسر الشيخ زايد في الإمارات، وغيرها وغيرها من هذه التصميمات المميزة. People think I'm Angelina Jolie wandering around the universe talking on behalf of the builders. I mean, I would like to do that, but I don't. Unfortunately, they give me too much power. وقبل وفاتها لديها تصورات عديدة التي لم يتم تنفيذها بعد، كدار دبي للأوبرا والمبنى العائم، والاستاد الوطني الجديد، ومركز الثقافة في اليابان، والمسرح الكبير في مدينة الرباط بالمغرب، ودار الملك عبد الله للثقافة والفنون في الأردن. زها حديد رحلت من هذا العالم، ولكنها تركت اسمها وعلمها وعملها رمزا تفتخر به كل الشعوب، وتفتخر به كل مرأة بشكل خاص.